كل المغاربه اصبحوا يعني مكتئبين. فين ما مشيتي ما كاينش الابتسامه، كنتي في الشارع الناس كلهم عبس وتولى، مشيتي دخلتي لاي مصلحه يعني البنكه او المؤسسات، اي مصلحه حكوميه او اي مصلحه خاصه، يعني ما كاينش الابتسامه تماما، ما كاينش حتى بونجور او لا السلام عليكم او لا ما كاينش مساء الخير او لا مساء النور او لا صباح الخير. يعني الناس دائما تيستقبلوك واحد سوء يعني الاستقبال حقيقه، اللي تيستقبلك الانسان وهو يعني معبس في وجهه ديجا، يعني تتهرب منه، يعني ما تتبقاش ذاك الرغبه باش انك تقترب منه. معروف على ان الانسان المكتئب ما تيكونش يضحك، ما تيكونش يبتسم، ولكن عامه ان تيكون الانسان داخل شي مؤسسه خاصه، داخل بنكة، داخل يعني اي مؤسسه حكوميه او اي مؤسسه خاصه، المفروض على ان الناس يستقبلوك واحد الاستقبال جيد، واحد الابتسامه، واحد اللطف، وهذا الشيء هذا من الاداب ديال الاستقبال. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا والنسونيام تدخلون الجنه بسلام. فطبعا يعني ضروري نقولوا صباح الخير، ضروري نقولوا مساء الخير، ضروري نقولوا السلام عليكم، ولكن نقولوا شي وحنا الوجه ديالنا هكا معبسين، ضروري نقولها واحد الابتسامه، وهذه الابتسامه يعني تتخلي يعني واحد الجاذبيه الانسان الاخر، يعني القلب ديالو تتلطف به وتستقبله استقبال جيد. فهل عدم الاستقبال يعني هو نوع يعني دلاله على ان اكثر المغاربه مكتئبين، تنعسوش مزيان، مقلقين؟ الا كنتي في الغرب مثلا تلاحظ على ان الناس يستقبلوك واحد الاستقبال جيد، عندهم بونجور، عندهم واحد الابتسامه ضروريه في اي مكان. فنحن اهل الاسلام الحمد لله ضروري على ان نكون عندنا حسن الاستقبال وتكون الابتسامه. وهذا يعني كان يعني واحد النصائح سواء للعاملين في اي مؤسسه خاصه او اي مؤسسه حكوميه، بحسن استقبال يعني الزبائن وبقضاء الاغراض ديالهم في ابتسامه وبرفق وباخلاقيات. شكرا.